سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة. اليوم باش يكون موضوعنا استعدادات وزارة الصحة واللجنة العلمية للفترة القادمة فيما يتعلق بتلقيح، أيضا فيما يتعلق بالتوقي من متحور أوميكرون اللي يشهد انتشار في عدد دول في العالم بما فيها تونس، اللي تم رصد 6 حالات فيها لمواطنين أو وافدين أفارقة جاءوا لتونس. باش يكون ضيفنا مدير الحملة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير. مرحبا بك سي الهاشمي وسعداء استقبالك. اهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا نحكيه على الاستعدادات للفترة القادمة، خاصة مع انتشار متحور أوميكرون سريع الانتشار في عدة دول، وفي تونس تم رصد 6 حالات مؤخرا. كيفاش ترى الاستعدادات وكيفاش كيفاش تقول لنا معنى على الاستعدادات هذه؟ اوكي، ديجا نبداو بنحكيو على اوميكرون، ولا حتى مش اوميكرون، حتى المتغير دلتا كما تعرفوا في العالم توا وخاصه في اوروبا جات موجه كبيره تاع هذا الفيروس دلتا، المتغير دلتا، وزاد عنه اضافه الى دلتا زاد اوميكرون، انتشر في اوروبا وفي امريكا وفي عدد بلدان. دونك احنا ديجا من الاول قبل ما ظهرت حتى اوميكرون كنا نحضروا رواحنا لي ربما تنجم تجي حالات تكاثر حالات. صارت التحضيرات فيما يخص المستشفيات، فيما يخص الاكسجين، فيما يخص أسرة الانعاش، فيما يخص الادويه، هذا كل معناها موجود وصار. مع العلم اللي الحالة معناها في البلاد مازالت نجم نقوله في استقرار مع ارتفاع شوية خاصة الأيام الأخيرة. ارتفاع في نسق الإصابات في الأيام الأخيرة. نسق الإصابات إضافة إلى هذا دخل أوميكرون للبلاد التونسية، أول حالة صارت لها توا 10 أيام يظهر لي. البارح سجلنا معناها بالتحليل وخاصة بالتقطيع الجيني تأكيد من 5 حالات إضافية، ونتوقعوا اللي باش يزيدوا اكثر حالات خاطر صاروا في الحالات هذه فما علاقه في ناس اخرين استغادوا. معناها نتوقعوا اللي المتغير هذا دخل البلاد وينجم يزيد يؤدي الى حالات اخرى. دونك يلزمنا ناخذوا جميع الاجراءات اللي معناها تقليص اكثر ما يمكن من حده تكاثر ولا من عدد الحالات اللي باش يجي. ودونك وخاصة كما قلت أنت توا آخر سنة والناس فما احتفالات ساعات تصير بالعام الإداري الجديد اكسترا، دونك فما تحضيرات أخرى وإن شاء الله يتم معناهم الإعلان بعد. وفما وافدين باش يجيو لتونس أكيد، فما برشا عباد باش تجي. فما وافدين باش يجي، دونك هذا تدخل أنت تلزني معناها للإجراءات على خاطر هي فما 3 معناها محاور كبرى اللي نخبوا عليهم. هو اولا دابور تكثيف عمليه التلقيح، وكما تعرف غدوه فما يوم مفتوح. معناها تلقيح مكثف، وهذه التلقيح باقي فيه الافاده لتقويه المناعه وتعزيز المناعه ولتطوير المناعه للناس اللي مازالوا ما خذوش التلقيح بالكل، وهذا يمكننا من معناها تفادي حالات، حتى كان ساعات العدوى تصير الحالات ما تكونش مخطرة ومعناها فما حماية متأكدة ضد الحالات المخطرة وضد الوفيات، وهذه حاجة داهية. دونك فما المركز الحاجة الأولى نجم نقول لك هي التلقيح والتلقيح. الحاجة الثانية هي استعمال أكثر وسائل للإجراءات الوقائية اللي هي التباعد، اللي هي تهلوية الفضاءات خاصة للأيدي، وخاصة تفادي كل الملتقيات والاجتماعات وكل حاجة اللي تنجم تؤدي إلى عدوى، وخاصة بتطبيق معناها أكثر نجم نقوله. ما فماش توجه لمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية؟ والله هو توا معناها الاحتفالات ولا حتى في النزل ولا الحكاية هذه هما مضبوطين ببروتوكول صحي ومعروف بما فيه 50% في النزل، بما فيه معناها عدة إجراءات، ونتوقع اللي باش يصير معناها التطبيق وخاصة الكنترول، معناها باش يصير التفقد وباش تصير فرق باش تمشي
السياحه ووزاره السياحه ولا ايضا معناها اطراف اخرى ايضا وزاره الداخليه، دونك باش يشوفوا ويراقبوا الاماكن ويراقبوا مدى تطبيق الاجراءات والبروتوكولات الصحيه كما قلنا، خاصه في الحفلات هذه ولا في معناها المده هذه. الحاجه الثالثه، المحور الثالث اللي هو ايضا هام جدا، هو اليقظه والتفاعل مع الوافدين من خارج البلاد التونسيه اللي نجموا يكونوا حاملين الفيروس، بما فيهم معناها وجوب التلقيح، وجوب الاستظهار بتحليل سلبي بي سي ار ضد الفيروس هذا، وايضا معناها عمليات مكثفه للتحليل السريع اللي يكونوا في المناطق العبور البلاد التونسيه بصفه عامه، فهمت؟ و تشمل الملقحين وغير الملقحين، باش تكون بصفه معناها تشمل الملقحين وغير الملقحين التحاليل هذه. دونك هذو كلهم الحاجات اللي توا ناكدوا عليهم واللي باش يصير معناها كيما نقولوا تطبيقهم بصفه معناها باش نقولوها بلو سيستيماتيك، باش الناس معناها فريمون تصير الحاجات هذه باش نقلصوا. احنا نعرفوا اللي معناها الحالات باش تزيد شويه على خاطر توا طلعت كيما قلت لك البارح واليوم والبارح فما نسقم تاع الحالات ازداد نوعا ما، ما فماش حاجه مخطره باقي معناها. هو فما مؤشرات سي هشمي نتاع ارتفاع نسق الاصابات في تونس وبدا منذ ايام، في فرنسا ايضا في عده بلدان، فرنسا مثلا متوقعين انه الاصابات باش تصعد من 70,000 يوميا الى 100,000 يوميا في جانفي اللي تفصلنا عليه ايامات. تونس نعرفوا اللي مشابهه لاوروبا، مشابهه ولو مش بشكل كلي، لكن نتشابهوا في برشا حاجات فيما يتعلق بالاصابات. اقل برشا في عدد الحالات، اقل برشا توا في 200 300 حاله، دونك بعد برشا حتى كان تحسب. لا قصدي في تجربتنا مع كورونا نتشابه وقت اللي يظهر متحول جديد ينتقل الى تجيب بعد صحيح. بون يلزمنا احنا نعملوا جميع الوسائل باش تجينا، مع العلم اللي توا خاصه المتغير هذا اوميكرون هو صحيح عنده سرعه الانتشار معناها فريمون انتشار كبيره برشا مقارنة بالمتغير السابق اللي هو دلتا اللي هو ديجا اسرع انتشار من الاولاني اللي ظهر، فهمت؟ دونك فريمون سرعة الانتشار كبيرة بتاع الاوميكرون، لكن اللي شفناه النسبة بتاع الحالات اللي تنجم تتعكر ولا مختها اقل من النسبة اللي يعطيها اوميكرون. اللي يعطيها المتحول دلتا هكا. سامحني اللي يعطيها دلتا. و دونك صحيح هذه حاجه معناها ترد معناها حاجه تقلل معناها من الخوف او من لكن سرعه الانتشار والعدد الكبير اللي نجم يكون معناها مشمول بالمتغير هذايا اوميكرون هو يرد العدد في نهايه الامر، العدد ينجم يكون لا باس به نتاع الحالات المرض. دونك يلزمنا فريمون نكونوا حاضرين بالكدا بالكدا في الايام المقبله. تنجم تكون فما نيه لحجر صحي اذا زاد عدد الاصابات بشكل والله اغزر لي الحجر الصحي يتعمل وقت اللي يبدا انتشار كبير نتاع الفيروس في وسط البلد. احنا في وسط البلد ما عندناش انتشار كبير، حتى كان صار ارتفاع نوعا ما من الحالات ما فماش انتشار كبير. لا نقصد في حال ما اذا صار ارتفاع كبير في حال ما هذا ما نعرفوش، لكن اللي نقول توا الاولويه نتاعنا هي خاصه الحالات الوافده، على ذاك معناها اكدت على جواز التلقيح وما يثبت عمليه التلقيح للوافدين من البلاد التونسيه، التحليل السلبي نتاع البي سي ار، وايضا معناها في بعض الحالات خاصه نعرفوا فما بلدان ساعات حتى تحليل بي سي ار بيدو ما يكونش صحيح يكون مغشوش، دونك يلزمنا نعملوا ونكثفوا عمليات التحليل السريع اللي يصير وقت الوافدين يخطوا البلاد التونسيه، دونك هذا هو اللي ناكدوا عليه. الوضعيه الوبائيه وانتشار الفيروس الى حد الان ما نجمش يردنا نخموا في معناها
وسائل اخرى كما قلت انت توا الكوفر فو والحاجه. شفنا في الايام الفارته فما نداءات صارت من الاداره الجهويه للصحه بمدنين لتكثيف الفرق الصحيه على الحدود لانه نسق الاصابات ارتفع في المستشفيات ونسبه الايواء ارتفعت الى 30%. الى اي مدى يشكلوا الوافدين خطوره على خطوره لانتشار العدوى او لعوده الاصابات ونسقها في تونس؟ صحيح، واحنا خاطر توا كي قلت لك معناها ما فماش انتشار كبير للداخل، الحالات حتى الحالات الاوميكرون والحالات الدلتا اللي جاوا كل يجيو من برا ويصير ساعات معناها يعطيوا فؤر في اماكن معينه وقت الناس تتقابل في الحفلات العائليه الى اخره. دونك معناها اليقظه في كل ما ياتي من الخارج هي فيها فائده وهي اللي لازم نركزوا عليها. وتونس من الدول ما مشاتش الاجراءات نتاع غلق الحدود كما المغرب كما عده دول في اوروبا، تونس من الدول اللي ما كان الخطوات هذه ما كانتش معناها من الخطط نتاعها او من الاتجاهات نتاعها. ما كانتش، وحتى المنظمه العالميه للصحه ما تقترحش تسكير الحدود الى اخره، معناها هذوما اجراءات تصير في اخر مراحل ولا كي تصير حاجات كبار برشا. الى حد الان معناها مازلنا باش نقولوا معناها نتابعوا في الوضعيات ونتابعوا حتى في الحالات الايجابيه اذا كان ينجر عنه حالات اخرى. فما معناها اماكن للحجر الصحي الاجباري للحالات الايجابيه اللي هي تكتشف في البلاد، هذه حاجه باهيه. الى حد الان هذوما هما الاجراءات اللي موجوده واللي يلزم ناكدوا خاصه على التطبيق نتاعها. جواز التلقيح سي الهاشمي اللي عمل برشا جدل برشا بوليميك في تونس بين ناس مؤيده وناس غير مؤيده، ناس رافضه للتلقيح حتى لتوا، وترى انه الزاميه الاستظهار بجواز التلقيح حد من حريتها ومن خياراتها، فما ناس اخرى زاده لقحت لكن ما زالت لتوا ما تحصلتش على شهاده التلقيح. هل انه التوجه في الاستمرار في الاعتماد على جواز التلقيح او انه باش نسرعوا به فقط عدد النسبه نرفعوا به من نسبه التلقيح ومن بعديك نخفوا الاجراءات نتاعو، كيفاش تشخص لنا الوضعيه فيما يتعلق بجواز التلقيح؟ دابور الاجباريه الاستظهار بجواز التلقيح في معناها اماكن مغلقه الى اخره واللي هما معناها ظهروا في المنشور عدد 1/2021 باش يكمل تطبيقها، ما فماش معناها غتور، ما فماش تراجع في الحكايه هذيا. توا فما حاجتين اللي ذكرتهم انت، فما الناس اللي لقحوا واللي مازالوا ما خذاوش معناها ما يثبت التلقيح، خاصة في الأيام الأخيرة الناس اللي صارت اكتظاظ في وحتى المنظومة والتطبيقة معناها صار فيها مشاكل خاطر يمشوا لها فرد وقت آلاف من الناس باش يستخرجوا معناها جواز التلقيح، صار فيها عتب. في بالي أنا حاجات تحسنت العدد نتاع يقولوها الناس اللي جبت جواز التلقيح ديجا في النهارين هذوما برك يساوي ما صار منذ اشهر، دونك هذه حاجه رجعت تخدم وان شاء الله ما توقعتوش حاجه كيما هكا خاطر نعرفوا التونسي يقضي شهور في اخر لحظه. كان انا الحق هذه امور تطبيقات اعلاميه وكل شيء، فما ناس مسؤولين بها في بالنا اللي المنظومه تمشي. بون ابارامون صار ساتوراسيون، انا علمت حتى في فرنسا اليوم صارت ساتوراسيون تاع التطبيق اللي تعطي للتحاليل نتاع البي سي ار ولا تعطي التحاليل السريعه، على خاطر الناس الكل ابارامون لهين يمشيوا يعملوا في التحاليل باش يزوروا عائلاتهم اليوم عندهم نوال، والسيستم طاح كيف كيف، هذه تصير في مهما بلاصه. دونك صارت المعالجه نتاعها وصارت اونتر تون معناها استعمال الارساليه نتاع هذيك اللي تاخوها في التليفون، تحط اطوال 2022 اطوال وتحط الكود ايفاكس ودياز، ومن بعد معناها تجيك في الابان معناها في الوقت حينيا اللي الانسان عنده تلقيح. دونك هذيك باش تكمل تصير. توا جبت لي على الناس اللي هما ما يحبوش يلقحوا، صحيح. دونك فما ناس ونعرفوا فما فئات وهذا موجود هذا في الناس ضد التلقيح في العالميا. بون هذا فما مشكل، دونك يلزم الناس معناها تفهم اللي
معناها. وصحيح كي تقولي توا حريه الانسان هو بدنه صحته ويحب ياخذ ولا ما ياخذش، احنا زادا لازم ننظروا من جهه صحه المواطنين وصحه البلاد بصفه عامه، اللي ونعرفوا ويقينين اللي كي تبدا الناس مهاجم ملقحه تنجم تكفر العدوى وتنجم ينتشر الفيروس. دونك من حق ومن واجب معناها الدول، وهذا صاير في العالم كل، باش تفرض في اماكن معينه التلقيح. احنا في تونس ماهوش اجباري، هو معناها كيش قوله هو مجاني ومعناها اختياري. لكن في اماكن معينه لتفادي العدوى يجب تطبيق معناها ما يجب تطبيقه من اجراءات بما فيهم معناها منع الدخول الى الناس اللي هما مش ملقحين الى اماكن معينه. لو حكيت معناها الاجراءات من بعد ولا كيش يقولوها هي لي سانكسيون اي تو، هذيك امور اخرى، لكن هذا المبدا العام. دونك اما حاجه اخرى، ان شاء الله كان يقبلوا غدوه الناس للتلقيح، وكان يكملوا يقبلوا الناس اللي هما ديجا مسجلين ويحبوا يلقحوا، كان نوصلوا المستوى معناها التلقيح جملي وخاصه الفئات المشموله بالتلقيح الى نسبه نقول لك انا 70 80 85%، معناها تولي البلد كله نجم نقولوا معناها الناس اغلبيه الناس ملقحين، ووقتها ما عاد معناها نجموا معناها ما عادش نستعملوا ولا الاستظهار بما يثبت التلقيح مبدئيا، على خاطر اغلبيه الناس ملقحين، وان شاء الله نوصلوا له الوقت هذايا. يعني اذا وصلنا ل 75% 80% نسبه تلقيح في تونس، ينجم يصير تخلي على جواز التلقيح بما انه الاغلبيه المطلقه ملقحه. فوالا، هو 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 الجواز معمول معناها لتفادي العدوى اولا، ثانيا كان ينجم يعاون لي معناها باش حث الناس اللي باش ياخذوا التلقيح هذه، نعرفوها احنا فيها فائده، وكان وصلنا للهدف هذايا وكان وصلنا للنسبه اللي نحبوا نزولها، بالطبيعي باش نوليو ما عادش معناها نستعملوا ولا وجوب استظهار بهذا، على خاطر اغلبيه الناس باش تبدا ملقحه وتوفى الحكايه وكهو، وان شاء الله معناها حتى نرجعوا للحياه العاديه. هو صحيح احنا عندنا نهارين من البدايه الاعتماد على الاجراء هذايا المرسوم، عدد واحد المتعلق باجباريه الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات العموميه والهيكل العموميه، لكن خليني نسالك، هل انه الاجراء هذايا زاد من الاقبال على التلقيح، ولو حتى عندنا ارقام نهارين نتاع 22 23 وايضا 24 نجم القيم؟ أنا في بالي زاد، خاصة نعرف اللي صار اكتظاظ أكثر في مراكز التلقيح في بعض الأماكن، الناس حتى تشكيت من هذايا، دونك فما ناس قبلت على التلقيح أكثر، وإن شاء الله يزيدوا يقبلوا، خاصة نحن نعملوا على اليوم المفتوح ولا اليوم التكثيف التلقيح المكثف هو غدوة نهار السبت، دونك 25 الفئات العمرية الكل من 18 من 18 وما فوق. ينجموا يجيو الناس ياخذوا جرعه اولى معناها كان هم همش ملقحين، ينجموا يكونوا مسجلين ولا مش مسجلين، هذه حاجه معناها باهيه. ينجموا ايضا ياخذوا اللي هما الجرعه الثانيه نتاع الناس اللي هما عداوا شهر بعد الجرعه الاولى، والا تم استدعائهم ما نجموش يمشيوا، دونك ينجموا ياخذوا الجرعه الثانيه اللي تكون من فرد نوع هي والتلقيح نتاع الجرعه الاولى، وايضا اللي جاتهم استدعاء نتاع جرعه ثالثه وما مشاوش ولا لقاو اكتظاظ ما في المراكز هذه، ينجموا كيف كيف يمشيوا وياخذوا الجرعه نتاعهم، جرعه تعزيز المناعه. وحتى كان ما جاتهمش ارساليه 5 شهور بعد الجرعه الثانيه، اللي عمرهم اكثر من 18 سنه ينجموا يمشيوا حتى للمراكز نتاع التلقيح وياخذوا التلقيح نتاعهم. واحنا نحبوا ناكدوا خاصه على الناس اللي هما ماهمش ملقحين بالكل، فهمت، اللي ما خذاو حتى جرعات باش يتقدموا ياخذوا الجرعه الاولى نتاعهم، وان شاء الله يكون العدد نتاعهم كبير هكاك ينجموا يكونوا محميين، خاصه كما قلنا في تطورات الوضع هذايا الوبائي وارتفاع عدد الحالات، ارتفاع عدد الحالات في العالم وفي البلدان المجاوره وظهور المتغير هذايا. التلقيح اللي باش تكون موجوده تنجم تعطيه لنا التلقيح؟ الوغ التلقيح الموجوده عندنا تلقيح فايزر
تلقيح جونسون، هذوما خاصة زوز تلقيح اللي باش يتم استعمالهم بصفة معناها كبيرة. تلقيح فايزر هو يتحطى من الفئة 12 سنة ل 18 سنة، هو التلقيح الوحيد اللي موجه للفئة هذه. تلقيح جونسون اللي 18 وما فوق ينجموا ياخذوه، كما ينجموا زادا يختاروا بفايزر. وأيضا التلقيح الأخرى خاصة الجرعة الثانية اللي هما يكونوا كيما الجرعة الأولى، معناها اللي خذا سبوتنيك الأول ياخذ سبوتنيك جرعة ثانية، اللي خذا ما نعرفش أنا أسترازينيكا ياخذ أسترازينيكا. فما كان في تلقيح موديرنا اللي هو من نوع اير ان ميساجي اللي هو وفاء، دونك اللي باش ياخذوا الجرعة الثانية نتاع موديرنا نجم تكون بفايزر اللي هو من فرد نوع من ناحية التقنية نتاع التصنيع اللي هو اير ان ميساجي كيف كيف. دونك عدة تلقيح والناس نجم تختار. فيما يتعلق بسياسة التلقيح في تونس، السياسة نتاع التلقيح اللي باش تعتمدها تونس في الفترة القادمة بعد تعميم الجرعة الثالثة على الأعمار الكل تقريبا من 18 فما فوق، ولات الجرعة الثالثة ولاو معنيين بالجرعة الثالثة، هل أنه تونس باش تصبح كيما عدة دول على غرار بريطانيا اللي تقر إجبارية الجرعة الثالثة، يعني استكمال التلقيح يعتمد على استكمال الجرعة الثالثة؟ هل انه ثم التوجه هذايا في تونس ام لا؟ مازال ما فماش توا، ما فماش على خاطر توا معناها في الجواز التلقيح والا حتى معناها عمليه التلقيح الكامله هي الى حد الان هي جرعتين من التلقيح اللي تعطى بجرعتين، هي جرعه برك للتلقيح اللي تعطى بجرعه برك اللي هو جونسون، وهي ايضا جرعه للناس اللي هما مرضوا قبل وياخذوا جرعه برك. دونك هذاك يتسموا استكملوا عمليه التلقيح. صحيح لهم دينا في الجرعه نتاع تعزيز المناعه الجرعه الثالثه وتحطات ديجا، فما اكثر من حوالي 700,000 شخص اللي ديجا خذوا الجرعه هذه اللي تعزيز المناعه. بيان سور تتعطى 5 شهور بعد الجرعه الثانيه، والا للفئه اللي خذوا جونسون ينجموا ياخذوها بدايه من شهرين بعد ما خذوا الجرعه الاولى. هذه هي تعزيز المناعه. بون ماهيش الى حد الان ماهيش واجب باش يكون الجواز التلقيح معناها كامل. دونك ماهيش هكا الى حد الان، ما فماش تفكير باش تولي معناها واجب لعمليه التلقيح ولجواز التلقيح لتكمل التلقيح. بون كان فما حاجات تصير بعد نجم نشوفوا، لكن ما مشيناش في التوجه هذا الى حد الان. ادويه كورونا اللي حكينا عليها في الفتره الماضيه واعلن عليها وزير الصحه علي مرابط انه تونس عقدت اتفاقيه مع شركه تصنع الادويه وتصنع ادويه كورونا، نقولوا احنا ثلاثه شركات هي فايزر وميرك واسترازينيكا، ثلاثه شركات هذوما اعلنوا عن ادويه لكورونا، ادويه لعلاج المرض الناجم عن فيروس كورونا. وصلت الادويه هذه ولا مازال؟ اعطينا جديد فيما يتعلق بالحكايه هذه. لا هو السيد وزير وقت اللي قال هو احنا في علاقه مع المخابر هذه على خاطر وقتها وحتى لتوا مازالوا ما خذوش التراخيص. نعلمك اللي الترخيص نتاع فايزر تخذاه توليه 5 ولا 6 ايام، والترخيص نتاع الدواء نتاع ميرك البارح خذاه في الاف دي اي، هذوما زوج في امريكا. دونك ومعناها مازالوا كي شفنا النتائج نتاع التجارب السريريه اللي صارت، صحيح فما فائده خاصه في واحد من الادويه هذوما الاثنين اللي هو معناها ينجم يكون فيه فائده خاصه في اول المرض وينجم يحمي ضد التعكرات، لكن معناها النتائج مازالوا لاهين. النتائج غير فما واحد من الدويات هذوما ظهروا من الاول في حمايه كبيره، لكن بعد ظهر اللي نسبه الحمايه اقل، فنسبه الحمايه نسبه العلاج اقل من اللي كان عنده عليه في البدايه اللي ولا 30% برك. دونك انا معناها احنا في تونس مازلنا متوقعين مع المخابر بصفه عامه، ما صارتش معناها كوموند ولا حاجه هكا، لكن لاهي نشوفوا في كل ما هو فيه فائده كما تعرفوا، ولكن نحب ناكد اللي راهو معناها احسن وسيله هي اولا معناها استعمال الوسائل كل نتاع الوقائيه والتباعد والتفادي معناها كل، وايضا
وخاصة ما دام التلقيح موجود واحنا عندنا في البلاد التونسية، معناها الناس يلقحوا اللي هي معناها فيها فائدة كبيرة للحماية ضد هذا المرض. خاطر علاش الآخرين ما هم كان أدوية، معناها واحد هو هكا ولا هكا باش يمرض وبعد باش ياخذ دواء معناها بون صحيح فما دويات اللي نجموا معناها تكون فيهم أكثر فاعلية في تفادي التعكرات، لكن واحد ماذا بينا احنا ما يمرضش بالكل باستعمال التلقيح. يعني اللي فهمتوا اللي احنا مبدئيا ما زلنا باش نشوفوا شنو باش تكون مفعول هالادويه هذه في امريكا وفي دول اخرى وبعد يكون قرار معناها اكزاكتومون ويكون حتى معناها حتى التوفير. تو احنا كي قلت لك في علاقه معناها في علاقه فما دي زونجاجمون ينجموا بعد نكونوا احنا نهار اللي باش ناخذوا تنجم تكون مي مازالوا فما حاجات حتى فما في واحد من الدويات فيه اعراض جانبيه اللي قد تكون معناها تقلق شويه اكسيتيرا اللي هو منا شركه كانت نجمت والله ما نحبش نقول شركات خاطر ماهيش هكا انا نعرفه ونعرف الشركه لكن معناها ما نجموش هكا نقولوا هما الابحاث موجوده لما حالت هي موجوده اللي حب يمشي لها ينجم يلقاها بون هي مازالت ما نشرتش في نشريات علميه هي مازالت تعتمد على البلافات اللي صبتهم المخابر الكبرى هذه للاف دي اي الامريكيه والاف دي اي هي تحطهم معناها الناس ينجموا يطلعوا عليهم احنا طلعنا عليهم دونك معناها مازالت امور ماهيش واضحه 100% واللي يقول واحد اي اس اي فما دواها باش ناخذوه ديريكت لا فما امور اللي يلزم واحد يتثبت منها فهمتني وكما قلت لك معناها دواء باقي يقعد دواء لمعالجه مرض احنا كما قلت لك قبيله ماذا بينا الناس تلقح باش يبداو محميين ضد المرض والحمايه هي خير من العلاج. خير من العلاج، شكرا لك، يعطيك الصحه الهاشمي الوزير مدير الحمله الوطنيه للتلقيح، كنت ضيفنا في برنامج سياسات الصحه لليوم. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من برنامج سياسات الصحه، كان معايا في الاخراج التقني ايمن ليغا وسيف الدين بولعريس في الديجيتال، نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في حلقه جديده وضيف جديد، باي باي. سياسات الصحه. التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.